تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمامي الآن اختبار تدريبي جديد في مادة الرياضيات موجه لتلاميذ السنة الخامسة. تابعوا معي للأخير، سأشرح لكم بالتفصيل. لدينا التمرين الأول، رتب الأعداد التالية ترتيبا تنازليا باستخدام الرمز المناسب. ما معنى نرتبها تنازليا؟ معناها من أكبر عدد إلى غاية أصغر عدد. عند ترتيب الأعداد نلاحظ من هو أكبر عدد، نلاحظ الأرقام كم. هنا لدينا يحتوي على 6 أرقام، هنا يحتوي على 7 أرقام، هذا يحتوي على 7 أرقام، هذا يحتوي على 4 أرقام، وهذا على 4 أرقام. إذن ما هو الأكبر؟ هما اللي فيهم 7 أرقام. نبدأ بهم، نقارن أولا بهم تنازليا، معناها راح نبدأ بالكبير. هذا فيه 7 أرقام وهذا 7 أرقام، فيه الملايين، هذا 9 ملايين وهذا 8 ملايين. ما هو الأكبر؟ هذا هو. إذن 9,234,674 أكبر من، هذا هو الرمز المناسب، أكبر من ماذا؟ أكبر من 8,645,152. الآن هذا فيه 6 أرقام، إذن هو الموالي لهم، 453,218. يبقى هذا فيهم 4 أرقام، 4 أرقام، هذا 1267، هذا 1261، هذا هو الأكبر، 1267، وأخيرا 1261. نمر للتمرين الثاني، عدد سكان مدينة هو 67,540. 7 أعشار سكان المدينة ذكور، 7 أعشار معناها 7 من 10 ذكور. املأ الجدول التالي، الذكور كم عددهم؟ قلنا 7 أعشار، يعني 7 على 10. ما هو الباقي؟ الباقي إناث، المجموع كامل هو 10 أعشار، إذا الباقي هو 3 أعشار، 10 ناقص 7 3، 3 أعشار هو الإناث. بالعدد كيف نحسبه؟ هذا هو بالأعداد، نضرب في البسط ونقسم على المقام. إذن 67,540 نضربها في 7، نقسمها على 10، نجد العدد محسوب، 67,540 هو العدد الإجمالي، نضربه في 7، 0، 7 في 4 28، 35, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 42, 43, 44, 45, 46, 47. هذه نقسمها على 10، عندما نقسم على 10 ننقص نحو 0 منها، 0 منها يبقى لنا هذا العدد، نقسم على 10 معناها نضع الفاصلة هنا برقم 1، فاصل 0 معناها لا يوجد عدد. 47,278 هذا هو عدد الذكور. عدد الإناث هناك طريقتين للحساب، يا إما هذا العدد نضربه في 3 ونقسم على 10، يا إما لدينا المجموع الكامل، مجموع الذكور والإناث، نقص عدد الذكور نجد عدد الإناث، نجد عدد الإناث، نجري عملية الطرح. العدد الكامل 767,540، نقص عدد الذكور الذي حسبناه 47,278، نجد عدد الإناث، 10 ناقص 8 2، 14 ناقص 8 8 9 10 11 12 13 14 6، 5 ناقص 3 2 0 2. إذن هذا هو عدد الإناث، 220,262. إذا أردت أن تتأكد هذا العدد أضربه في 3 تقسم على 10 ستجد نفس النتيجة. التمرين الثالث، في بستان برتقال تحتل كل شجرة
مساحة تقدر بسبعة متر مربع. املأ الجدول التالي: المساحة وعدد الأشجار. كل شجرة واحدة 7 متر مربع، شجرة واحدة 7 متر مربع، 12 شجرة كم تحتل من مساحة؟ نضربها في 7، هذا هو العدد التناسبي. 12 هنا العدد التناسبي هو 7. 12 ضرب 7 كم؟ 12 ضرب 7 14، 84 متر مربع. إذا كانت المساحة 147، كم هو عدد الأشجار؟ العملية عملية قسمة، 147 نقسمها على 7، تقسيم 7، 14 تقسيم 7 2، لأن الاثنان في 7 14، ننزل 7، 7 تقسيم 7 1، إذن 21 شجرة. 29 شجرة كم تحتل من مساحة؟ 29 نضربها في 7، 9 ضرب 7 63، 14 و6 18، 183 متر مربع. نمر للتمرين الرابع، يقول: مستطيل طوله 123 متر وعرضه 73 متر، احسب محيطه. إذا هو مستطيل، عندنا الطول وعندنا العرض. المحيط هو الطول زائد العرض في 2، الطول زائد العرض في 2. 123 زائد 73، 6 9، 196، نضربها في 2، 12، 18 الواحد 19، 2 والواحد 3، 392 متر، هذا هو المحيط. الوضعية الإدماجية: بائع خضر اشترى من سوق الجملة 525 كيلوغرام من البطاطا بسعر 14175 دينار. جد ثمن شراء الكيلوغرام الواحد. هو اشترى 525 كيلوغرام، ثمنها كاملة 14175. ما هو ثمن شراء الكيلوغرام الواحد؟ العملية عملية قسمة. 14175 تقسيم 525. نأخذ 4 أعداد: 1417 تقسيم 525، نجدها 2. 2 في 5 10، 2 في 2 4، والواحد 5، 2 في 5 10. نجري عملية الطرح: 7 11 ناقص 5 6 3 0، تبقى لنا 367، ننزل 5. 3675 تقسيم 525، نجرب مع 7، 7 في 5 35، 7 في 2 14، و3 14 15 16 17، 7 في 5 35، و1 36، نجري 0. إذا ب27 دينار للكيلوغرام الواحد. هذا تقسيم، هذا يعطينا 27، وهو ثمن الكيلوغرام الواحد. باعها في سوق التجزئة بسعر 40 دينار للكيلوغرام الواحد. جد ثمن بيع كل البطاطا، باعها ب40 دينار للكيلوغرام الواحد. هو اشترى 525 كيلوغرام، عنده 525 كيلوغرام، باعها ب40 دينار للكيلوغرام الواحد. في 0 أصفار، في 4 20، 8 10، 20 والواحد 21 ألف، هذا هو ثمن بيعها، 21 ألف دينار.
كم ربح هذا البائع؟ هو اشتراها ب 14175 وباعها ب 21000، كم ربح فيها؟ الربح هو ثمن البيع ناقص ثمن الشراء، 21000 ناقص 14175. 10 5 10 ناقص 8 2، 10 ناقص 2 8، 11 ناقص 5 6. إذا ربح 6825 دينار، هذا هو ثمن الربح. إذا بهذا الشكل أكون قد شرحت لكم هذا الاختبار، أتمنى أن أكون قد أفدتكم، تابعوني لأنه دوما هناك الجديد المفيد بإذن الله.